حياكم الله مشاهدينا مجددا. ببدأ معاكم أول مواضيعنا لهذا المساء، وضمن مشاركات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي قدمت مملكة البحرين يوم أمس مسرحية يا خليج مقدمة من فرقة قلقامش البحرينية، وهي من تأليف يوسف حمدان ومن إخراج محمد العامري. نتابع هذا التقرير عن هذا العرض المسرحي. في الليلة الثالثة من ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بنسخته الرابعة، احتضن مسرح قصر الثقافة بالشارقة مساء الأمس العرض المسرحي البحريني يا خليج، ثاني العروض المسرحية الخليجية المتنافسة على جوائز المهرجان المختلفة لفرقة مسرح قلقامش البحرينية، وهو من تأليف يوسف الحمدان وإخراج عبد الله البكري وبطولة نخبة من نجوم المسرح البحريني. تجربة حلوة، تجربة رائعة، تعلمت منها كثير، تعلمت منها شلون الجسد ممكن يقول جمل ويقول كلام ويقول معنى ويقول أشياء كثير بدون ما اللسان يقول ولا كلمة واحدة. هذه من أهم الأشياء اللي استفدت منها في هذه المشاركة. يا خليج، بكل بساطة يا خليج، يا خليج يعني بما معنى ماذا بعد، ماذا بعد، ماذا بعد؟ إلى الأمام ماذا بعد؟ أنا أسمي شخصيتي الفارعة. الفارعة يعني هي المرأة اللي تسعى وتواصل على سعيها رغم الجفاف من أجل الوطن، من أجل الأرض. هي شخصيتي، أنا سميتها شي. منظومة سمعية بصرية اعتمدت الأداء الحركي التعبيري والتشكيلات الجماعية الجسدية التي تمازجت بتناغمياتها واستحضارها للحالة المسرحية الطقسية والتراثية، مطلقة صرختها الإنسانية المذعورة من الضياع والفناء في ظل صراع دام مع الذات والآخر وبمختلف التشظيات التي باتت انعكاسات للحاضر والمستقبل. حقيقة العرض جميل من حيث الصورة، من حيث الجمالية، من حيث الإضاءة، من حيث أيضا الممثلين المجاميع. العرض ما كان ينقص هذا العرض هي الكلمة. حقيقة فقدنا الكلمة المسرحية في هذا العرض، فقدنا روح الممثل أيضا في هذا العرض، لم تكن موجودة، ولكن بشكل عام العرض أعطانا رؤية بصرية إبداعية لعرض اليوم. املوه املوه باللول، املوه املوه. مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي تظاهرة مسرحية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة بحكومة الشارقة كل عامين بهدف تحقيق الارتقاء والتطور والازدهار للمسرح الخليجي ومبدعيه.